الحاجه الكبيره تسنيتينا شويه ولا بزاف ولا ما تسنيتيناش؟ والله الحبيبه ديالي انا معاكم تبارك الله على الطاقات. مرحبا بك. مرحبا بك. والله الا يطول لي المستمعات وقالوا لي بقاي في القرعه. الله يرحم ويرحموا ليك الوالدين جيهان والطاقات. ربي يخليك الحاجه. يسلموا عليكم. وانا سمحي لي راني تقطع التليفون ما سمعتكش، قالوا هذه كيموت بالضحك. نعم نعم معاك، ولكن والله ما سمعتك جيهان. انا تقطع لي التليفون ما كنتش كنسمع. تقطع التليفون وتخيلناك انك كتعمري شي براد ديالك تاعي. ايوه وكلشي تيضحك يعني تيدعيو معاكم. والله إذا قالك تيضحكوا ويفرحوا. ربي يخليك ويخليهم لينا الحاجة الكبيرة. آمين ويخلي لنا الجميع كل شيء في قلوبنا الحبيبة ديالنا كاملين. لك الحمد كاملين. إذا نبداو مع القرعة ونبقاو مع القرعة لأنه عطيتينا طاجين ديال القرعة واخا، وعطيتينا شلاضة سخونة ودافية على جوج الأنواع واخا، وأنا نعطي العصير والعصير. العصير ند القرعة ونبدا في الطبق. واخا بسم الله ناخذ العصير نفتحوا الشهيه بالعصير. هذا العصير اجي انا حبيبه ديالي ما كاينش اللي ما تيشكروا لياش. هذا ديالك وضقته عندي. نعم كنحييها بزاف وتوحشناها خديجه صافي الحجه. الحجه الحبيبه الحجه ايام ايام الحجه محمدي حفيظه محمدي كنشكرهم. نعم. وشكروه ليا وطلبوا مني نعاودوا نديروا فدوزتو معاهم. نعم. وكان داك عادي الصحافي قالك ما كيعرف ما يدير بالقرعه ديال الكور. ايه ايه دوزوه معايا وقالك عنده القرعه في دارو بزاف وعطيت هذا العصير. نعم غير للاشاره فقط ايام فاش كان اللقاء المفتوح كيخرج كيسجل اطباق مع المستمعات. يعني غير للتذكير فقط وللاشاره فقط. طيب الحاجه الكبيره هذا عصير ناخذ المقادير. ايه الحبيبه هذا لالا كنقبطوا عندنا القرعه الحمراء سناخذوا نقيوها مزيان ما نخليولهاش ديك هذه المهبره ديالنا. أيه. ما تنحيدوليهاش ديك تنحيدو دوك الخضيضرين من الفوق. أيه. ونقيوها مزيان وكنقرضوها طراف طراف وكنديروها تقويمله مع شويه ديال الماء اللي غيتطحن معاها ديال القرعه. جميله مع الماء. مع الميه صافي فقط حتى كتسلق لنا ديك القريعه. اييه كنطحنوها في الخلاط. اييه وكنخليوها تبرد وتنكبوها في ديك الكلاصو ديال هذا. تنخويوها في هذوك ديال لاكلاص. اييه وكندخلوها تجمد. ودخل تجمد دوك المربعات ديالك. دابا تبارك الله نستغلوا الفرصه في الصيف فينا كيجي بارد غزال. نعم هو منا. نعم الحاجه. ايوا الحبيبه ديالي كنمشيو للباربه. ها الباربه. تنغسلوا الباربه ثاني وتنقيوها كلها وكنقردوها ثاني طريفات وكنديروها مع شويه د الماء حتى كتسلق لنا الباربه ديالنا مزيان. اييه فهي كنقبطوها الحبيبه ديالي كنطحنوها بالميه ديالها. اذا تطحن بالماء ديالها. هي شويه د الماء اللي كيبقى ما كيبقاش الماء مقلك بزاف. هي باش تخلي ديك الطحنه فين نطحنوا ما كتجيش عصيده معلكه. القياس القياس الماء باش تطحن شويه مرخوفه ملي كنكبوها كنكبوها مرخوفه. سائله. وما لا درناها هكا كلاسه. أيوة. لا كتجي مسكده. واخا الحاجه. يعطيك الرضا. كنكبوها ثاني في الكلاصو. كنعاودوا نمشيوها الحبيبه ديالي للحامض. الحامض. كنضربوا تعصيره ثاني ديال الحامض. شحال من حامضه تقريبا؟ الحامض ودابا الصيف تبارك الله كندير انا حتى جوج كيلو د الحامض كنعصرو. ايه وتندير مثلا القرعه جوج كيلو كندير قد قد مثلا الليمون ثاني كنعصر مثلا جوج يطرو ديال الليمون وتنعصر جوج يطرو ديال الحامض وكنصفيهم. نعم وكل شيء هذا الشيء تيتصفى اللي كنهضر عليه. واخا تنصفيوه كامل وتندخلوه للفريكو كل شيء في الكلاصو حتى كيجمد مزيان. وإلا بغينا نديروه في البواطات كنسوفو نسوسو داك الثلج ديالنا في البواطات من بعد ما تيتثلجو. أييه الثلجات ما درنا شاي البواطات كنديروه في الخناشيد ميكا اللي اختصاصين بالفريكو. واخا الحاج عندنا الليمون والحامض والباربة والقرعة الحمراء. والقرعة الحمراء كلشي كنخبعوه ملي كيجينا شي ضايف. اي على غفلة. على غفلة كنجبدوه ساهل كيكون عندنا الماء بارد ديالنا. واخا واخا لالا وكناخذوا الكيسان ديالنا ديال الصبع اللي كنحشيو بجوج صبعان ديالنا معروفين الكبار البويض. اييه يعطيك الرضا الكبارين تيجيو كثار الا كان بحال هذوك الكيسان ديال الزلايف. تيجيو غزلان اللي كان ديال الصبع من التحت غلاض والفوق ديالهم ضيق شويه. اييه كيجيو تاهما روعه في المنظر. روعه في الحصه ديالهم شفافي. كنديرو خمسه ديال لاكلاص ديال مربعات ديال الليمون. الليمون وتنديرو وحيده وحيده من الحاجه وحيده بالحامض. وحيده ديال القرعه. وحيده من الباربع. صافي واضح. وكنديرهم ونخويو عليهم الماء بارد وكنسربيوهم في هذا في البلاطو وكنديرو القريعه ديالنا السنيده والمعلقه اللي بغى
اللي بغى سنيده كيشرب سنيده، ولكن لا بد ديك سنيده كتزيدو الروعه ديالو. نعم. كنديروا ديك المعلقه ديالنا، واللي بغى سنيده كيخوي سنيده يا معلقه يا جويجات. نعم. وتيحرك ديال العصير ديالو كيتشرب منعش غزال عيش هو الشهوات. تبارك الله عليك الحاجه وعلى هذا العصير هذا، تبارك الله عليك وعلى هذا العصير ومنعش فعلا وساهل. المستمعات كلشي عارفوا تيشكروني عليه. وساهل يعني ساهل الحاجه. نعم. ايه غنمشيو على لا الطبق القرعه طبق، هذا طبق بلدي وتشهيت ناكلو معاكم ومع المستمعين. حنا تشهينا الحاجه، تشهينا الشوفات اللي هي الاولى، الشوفات اللي هي الاولى الحاجه. نمشيو على لا القرعه مدربله، هذا طاجين ديال القرعه بلدي مدربله. كنقبطو الحبيبه ديالي ديك القرعه، داك هذا نديرو جوج كيلو ديال اللحم. واخا دابا حنا معروضين ولا 4 كيلو ديال اللحم العراده، هي جوج كيلو ديال اللحم. ايوا وتكون بالخصوص الحبيبه الحماد الغنمي. الغنمي واخا ايه صافي كيواتي القرعه. ايه نقبطو ديك الحيمه ديال الغنمي نديروها في الطنجره ديالنا تنشلوها بالمويه بحال اللي قلت القرعه اللحم تا هو ما تيبغيش الماء تدوزي على الماء. كنشلو بيدينا داك الحيمه ونربيو في الكوكو في الطنجره هي اللي فيها. كنمشيو على لا كنديروا واحد البصله، بصله كبيره وكنديروا سكينجبير، سكينجبير والخرقوم، خرقوم والمليحه هذا تيطيب مقلي، الملح والمليحه وصافي. وكنمشيو التويمه ديالنا والثوم، هذا الكريكبه ديال الثومه كركوبه منقيه هي صغيره. واخا واخا لالا. ايه وكنقبطوا الحبيبه ديالي ديك وتنديروا زويته بلديه، الزيت البلديه. ايه وتنشحروا هاد الطويجن هذا، تنشحروه مزيان وتنديروا في الاخر من قبل ملي كنديروا المويه ديالنا كنديروا الربيطه ديال الكسبور. واخا ديك الربيطه ديال الكسبور وليبزار، الله يعطيك الرضا سمحي لي. واخا الحاجه ليبزار. ايه ايه وتنخليو تنسدو عليه حتى كطيب الحيمه، تنمشيو للقرعه الحيمه تطيب كنمشيو للقرعه. ها هو تنحطو القرعه ديالنا، ها القرعه كمان جوج كيلو ديال القرعه، جوج كيلو تربل. ايه تنقربو ديك القرعه ديالنا كلها ونقيوها ونشلوها ونديروها في الطنجره. واخا نديرو عليها المويه، اذا في طنجره مليحه غنديرو الماء والملح الزيت. واخا وغنخليو هاد القرعه ديالنا تطيب مزيان ونجيبو العراكه هبطاتنا القريعه. العراكه البلديه الا بغينا نقولوها، هي المغرفه اللي كانت ولا دابا اللي كنعركو بها زعلوك مولات ليدي راها معروفه دابا. واخا واخا ويا كنبقاو نعركو 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 ونزيدو عاد زويته روميه ثاني. من تنبداو نعركو نعركو حتى كنحسو بها بدات تتنشف. ايه تنزيدو شويه ديال المسكه الحره. وهذا الشيء فوق العافيه الحاجه ولا؟ العافيه لا فوق تما مدربله. ياك فوق العافيه. المدربله هي حتى كتوقف الطنجره تتلصق. واخا الحاجه فوق العافيه. خليو ديك القريعه ديالنا كتنشف مزيان، كنبداو نعركو فيها كنزيدو طريقه ديال المسكه الحره. وكنزيدو القرفه، شويه ديال القرفه. وكان نذوقوا الملحه ديالنا وكنزيدوا شويه سكينجبير. سكينجبير. ايه وتنبداو نعركو نديو نجيبو نديو نجيبو نديو يا شفناها لا شفناها تدخل نجا تنعاودو نزيدو ديك الزويته. نزيدو شويه الزيت. ايه شويه الزيت. دابا ولات الناس، انا غا كنعطي الطبيعيه، دابا كثير الناس ولاو يديروا الزهر. البلدي ما كانتش فيها الزهر. نعم الحاجه يرحم والديك كان طبيعيه بهاد التوابل اللي عطيتينا. نعم غنبقاو نديوها ونجيبوها. نعم نجيبوها. نعم حتى كطلع مولاتي على حقها وطريقها نشفات ديك القرعه وتنذوقوها في الاخر، تنزيدو ما بين الملوحه وهاد كنديرو طريقها اللي بزهر. وسنيده الحاجه لا؟ ايه راه سنيده اللي تتعسلها لينا. اذا راه ما ذكرناهاش. لا لا في الاخر ملي كنزيدو زويته. ايه تا كتنشف القرعه. ايه تنعرفو القرعه وتتنشف. ايه ملي تتنشف تنزيدو عاد العطريه ونزيدو الزيت ونزيدو سنيده. ايه وسنيده. والقريفه. صافي. وكنخليوها تنشف تنزيدو شويه واحد شوفي ما بين صبعنا طريقه قد اللي بزهر ما تتبانش. واخ. هذاك البزهر مع الملحه كيلددها. واخ وكنبقاو نديو حتى كنشوفو ديك القرعه لقات مولاتي في الطنجره. نعم الحاجه كنشوفو الا تلقات زيتها، هو هذاك ما تلقاتش كنزيدو زويته ولات بحال بيري بحال يعطيك الستر يعطيك. نعم. باش كتجينا رطبه السمنه. نعم الحاجه نزيدو ديك الزويته بحال الكريم. ايه دابا مدربل ما كنديرو لها زبيب، واللي بغى تيزيد الزبيب هذاك شكل اخر كنزيدوه. انا غنجيك الحوايج اخرى. واخ غادي نقبطو داك الطويجن ديالنا طابو قفوي دم على حقوق
قبل ما نحطو داك ديك سميتو ديك ديك القريعه ونصبو الغطار كنمشيو دابا هادي غير تتخيل هاد العصرانه اييه باش كنزينو داك الطبق بالضياف باش كتجي ديك التزيينه ديك اللمسه ديال العصري يعطيك الرضا. عرفتي دوك اللي كنديرو فيهم البريوات الميكا دابا تيتباعو صغيورين بريوات الميكا اييه واحد المرشن كنديرو فيه وكنضغطو عليه وكنضغطو عليه وكيخرج لينا البريوات الله يرضي عليك ديال البلاستيك يعطيك الرضا. هذاك تندهنوه بالمويه ندهنوه بالماء وكنديرو فيه تحبير كويرات القرعه وديك القريعه قبل ما نديروها فيه تناخذو شويه من ديك القرعه كنخلطوها بشويه ديال اللوز محمر اييه ياكي اييه كنقبطو الحبيبه ديالي ديك القريعه تنديرو داك الطريس ديك البريوه وكنسدو عليها تتخرج لنا بريوه ديال القرعه. هذه هي العصرانه ديال الزين هذه هي العصرانه كيولي عاوتاني الطبق مولاي من خوي مع راساتو هذا الشهيد ونفسو معاه هذه القرعه هذه بحال بحال البريوات والشكل ديال البريوات تخرج لنا ديك القريعه بريوه بريوه تنخليوها. الحاجه سمحي لي غنعاود معاك انا الحبيبه قلتي غناخذوا هاد الماكينه هادي اللي كتباع اللي هي بالبلاستيك ولا اللي... في الخضر ولا في اللوينه في البياض في الالوان كاينه في البياض بان في الاول في البيض الصغيور داك الصغيور ماشي كبير واخا غنديروا فيها قلتي القرعه ولكن معاش غنخلطوها بشويه ديال اللوز غنخرجوا خارج الخليط القرعه المدربله اللي غنديروا فوق اللحم خليها طبيعيه اييه اللوز غنمشيو لهادي غنزيدوا عليها واحد الحفينه ديال اللوز ونخلطوا ديك القريعه واللي ما بغاتش يدير انا حيت كندير لوزه من الفوق كنخليها في هذا الشكل هذا ديالي انا اييه طبيعيه بلا لوز وكديري ديك اللويزه من الفوق اييه بغيناها عاوتاني مخلطه بالنسمه ديال اللوز كتاخذي حفنه ديال اللوز كيفاش كدير الحاجه مولانا يكرمك اييه تفضلي كنديرو كندهنوه بالمويه باش ما يلصق ليناش واخا ونخرجوا القريعه ديالنا ملي كنحنسفوهم كنمشيو للحيمه ديالنا كنحيدوا داك العود ديال القرصه اللي طاد ها هو كنديروا غبيره ثاني ديال القرصه شويه غير غبيره ثاني في اللحم اييه كتغلي واحد شويه ونخلطوا نخلطوا بالمغرفه ديالنا وتنصبوا الحيمه ديالنا وتنشدوا ديك القرعه اللي سخونه مدربله مولاتي تنحطوها فوق اللحم وتنجيبوا دوك البريوات ثاني ونزلعوهم مع ديك الخضيره هكا كامله. بغيتي تزيدي الويزات اللي كان بكري كيديروا اللوز صحيح من فوق القرعه مدربله اييه مرحبا. ما بغيتي شي تكتفي بدوك البريوات اللي فوق داك الايديك فوق داك طبيعيين طبيعيين والشكل هو اللي كيعطيك المذاق ايوا ما شهيت فيها يا الحبيب واش هيتينا فيها الحاجه وييه والله الا بغيتي والصراحه هادي وتبارك الله عليك عطيتي يعني نسمات متعدده للقرعه تبارك الله عليك نمشي لطبق اخر اييه هذا غادي نمشي للكسكسو ديال القرعه الكسكسو بلدي كان واحد الكسكسو عاد ندخل للطبق الحمص واخا كان واحد الكسكسو بلدي ساهل كنديروه بكري كانوا والدينا الله يرحمهم ويوسع عليهم كيجي ساهل كيديروه الكسكسو ديالنا طيابو راه معروف المفور معروف ناظر الانسان تبارك الله المستمعات كلشي تيفور سكسو ويطيب سكسو غادي تيتدهن بالسمن النصيبه ديالو اللي تنصبو مع الكسكسو تيتسمى هذا الكسكسو بالبصله والزبيب ماشي تفايه لا تفايه بوحدها كيمشي مع الطياب من الاول هذا من الاول سميتو الكسكسو بالزبيب تيجي جاري النصيب ديالو تنصبي الحيمه ديالك اييه وتديري واحد الكيلو ديال البصله كيلو بصله نانس اييه من الاول ديالها تيهبط خصو يهبط كل شيء اييه كنديرو واحد العواد ديال القرفه اييه وسكينجبير اييه وليبزار ليبزار والملحه الملح والخرقوم خرقوم اييه اجي سمحي لي يعطيك الرضا واش عطيت الخرقوم في الطاجين الاول راه فيه الخرقوم الطبق ديال العشرة 45 ولا هذا لا المدربل المدربل واش عطيتي خصني الخرقوم فيه الخرقوم لا الخرقوم يرضي عليك واخا يرضي عليك غنعاودوه معاك ان شاء الله واخا الحبيبه ديالي اييه كملي الحاجه اييه تنقبطوا ديك قلنا ليبزار والخرقوم والسكينجبير والملحه ها هما اييه والقرفه عواد والقرفه عواد اييه هو والزويته بلديه وروميه وطريطقه ديال السمن طريطقه السمن وكنصبوا هاد الكسكسو ديالنا هكا طبيعته والربيطه ديال القزبر والمعدنوس ضروري ربيطه ايوا تنخليو هذا تيطيب عادي تيطيب داك عادي كنكونوا مني كنقربوا كندير نقطعوا القرعه كبيره القرعه ديالنا طراف البلديه اييه مني كنطيب لنا ديك البصيله كنهزو من ديك المريقه ونطيب نصبو القريعه بوحدها كنزيدوها العطريه ديالها المليحه والسكينجبير والقرفه
ياك غناخذوا من شويه ديال المرق اللي عندنا. اييه وكنديروها في كويسرونه ونصبوا القرعه بوحدها. واخا مع شلاله كاين المرق وشنو كاين؟ المرقه ديال السكسو. وشنو عاود ثاني؟ والتوابل. احنا من الاول درنا بصله، درنا زبيب، درنا كل شيء في قرعه وحده كيطيب فيه السكسو. واخا الحاجه بقاتينا القرعه بوحده اللي غنطيبوها. قلنا غادي نحطوا ديك القرعه ديالنا، هزينا المريقه حتى هي كطيب بوحدها وزدناها العطيريه ديالها. العطيريه اللي هي شنو فيها؟ اللي قلنا سكينجبير وليبزار. نفسها العواد ديال القرفه، الخرقوم الهندي. اييه الحاجه. وخليناها تطيب في ديك المريقه، تتشرب ديك المريقه ديالها. ايه. وكنجيبوا السكسو ديالنا تعلق مولايا وكنصبوه بهذه المريقه هذه. السكسو تيتسمى سكسو بالبصله والزبيب. وساهل الحاجه. ما كاين ما سهل منه هذا. وساهل. هذا ماشي تفايه غير سكسو بالزبيب. نعم. حلو وفيه نسمه ديال الحلاوه. يعطيك الرضا. حلو. وتنشدوا الحبيبه ديك القرعه تنستفوها فوق منه مع الجناب. القرعه الحمراء عاوتاني مع الجناب. تجي تاني ما نقول لك سهلي. تبارك الله على الحاجه. غنمشي للطبق الحبيبه ديالي. ايه. الطبق اللي قلنا ديك النقاصه، ديك القرعه النقاصه الصغيره، ديك الصغيره. ايه. كنديروها دواور بحال الاناناس. ايه دواور. نقيوها ونشلوها ونحيدوا لها الزريعه ديالها ونديروها دواور. دواور. بحال الاناناس. ايه. ايه وكنخليوها تاني على عسل هذا وكنمشيو للحيمه ديالنا كنصبوها. كنديروا الحيمه ديالنا ثاني، هذه البقريه اللي كان، البقريه اللي كان، كنديروا الحيمه ديالنا في الطنجره. نعم الحاجه. كنديروا الزيت البلديه والزيت الروميه، هذه بحال اللي شوفي، جيهان بحال اللي اختي كطيب ما بين المشرمل وما بين هذا القدره. واخا بغيت نعاود معك الطبق من الاول الحاجه الله يرحم الوالدين. انا الحبيبه لانه تبارك الله المستمعات كيتواصلوا معنا وانا عارفك تبارك الله وتيرتك يعني ماشي بطيئه بشكل سلبي ولكن بشكل ايجابي، انك كتفصلي الحاجه وكتعطيها حقها وكتعطيها وقتها. تبارك الله عليك الحاجه. الله يكرمكم. تبارك الله عليك الحاجه. الله يكرمكم. طيب بغيت غير ندقق معك في الطاجين اللي قلتي لي، واش 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 نسيت فيه الخرقوم؟ الخرقوم لابده من الخرقوم. هذاك غير باش ناكدوا عليه، راه الطاجين لالياتي المستمعات راه فيه الخرقوم. الطاجين اللي عطات الحاجه، حنا دابا في القرعه دابا ديال الاناناس ولا القرعه نقاصه. نعم. هذا لا جهه الحبيبه. الا بغينا عاوتاني نبغيو ديك القرعه تجي ثاني غزاله الا زدناها شويه بالزعفران الحر. نعم. هذه الا كانت كديه، الا كانت كدربل وبغاوها ما بين السطوره اللي ما عندهاش. نعم. الزعفران الحر. نعم. يزيد ديك شويه د الخرقوم، راه تتواتيها ثاني تتجي بحال اللي مسفران على الزيت اللي كيبقى يتزاد. نعم. تتجي يا الحبيبه حتى هي بحال ما بين السطوره، تتبين واحد اللوين غزال. تبارك الله عليك. اذا الخرقوم والزعفران الحر اللي كتبغي عاوتاني. هذه ياكلوها هكا وهكا. واخا اذا نمشي معاك لهالطبق هذا اللي بغيتي تعطينا التفاصيل ديالو. بحال المشرمل. المشرمل هذا. المشرمل تكون فيه واحد الكويس مفرك ديال الحمص. اذا كاس مفرك ديال الحمص. حمص نرميوه من الاول ديالو. نرميوه معاش الحاجه الله يرضي. مع الحيمه. مع اللحم. ها هو مع الحيمه. ايه. واللحم معاش علاش كيتنصب؟ لا لا هذا تيتنصب البصيله رقيقه، واحد البصله رقيقه. ايه. ايه وقزبر ومعدنوس مقرب. ايه. والثومه. ايه. ومليحه. وليبزار والخرقوم. الخرقوم. والسكنجبير والتحميره. واخا الحاجه. لا بدا ما فيه التحمير. ديك الطريطيقه ولا زايده شويه؟ لا فيه التحمير كيجي على ما بين، باش قلت لك راه تيجي ما بين المشرمل. المشرمل. ايه الحاجه. وكناخذوها الحبيبه ديالي هذا الشيء كامل مع زويته بلديه وكيتشحر. واخا. تيتشحر داك ما بين، تيتشحر قزبر، تيتشحر معدنوس، تيتشحر ديك الحميمصه، تيتشحر الحيمه. كل شيء دقه وحده الحاجه. ايه. تبارك الله عليك. ونزيدوا المويه ديالنا. ايه. وتنطيبوا ديك الحيمه تكطيب ديالنا ويطيب لنا داك الحمص. وتنشدوا الحبيبه ديالنا ديك القرعه ملي تيطيب الحمص تنحلو، يطيب الحيمه تنحلو عاود الطنجره ديالنا. ايه الحاجه. تلقاو هاد اللبات تنحيدوا الحيمه وتنرميو القريعه. نرميو القرعه. ديك القرعه اللي دايره دواور بحال اناناس. واخا. ترميوها وشوفي عاد كنزيدوا المزاود، واحد ثلاثه د المزاود حمر دوك الطوال. الله الله الحاجه. ايوا نزيدوا المزاود. باش قلت لك اللي كيكون مشرمل. الله الله الحاجه. نزيدوا دوك المزيودات. نزيدوا المزاود. ايه من التحت وعاد كنديروا القريعه. ايه
ايوا وكنستفوا ديك القريعه كامله وندوروا ما بين يدينا باش تاخذ. عرفتي راني كنديرها بقاي صحابني راه كتشوفيني. انا معاك رانا انا كنشوف كنشوفتها في الطنجره اللي راها فوق فوق العافيه. هذه طنجره هذه طنجره ما بين يدينا حيت درنا فيها القريعه. ايوا وكنعاودوا نردوا الحيمه كما قلت من الفوق. ايوا ديك الحروره ثاني والمذاق. ايوا تطيب ديك الحيمه وبالصحه والراحه ملي كنشوفوها طابت القريعه وطابت كل شيء. كنزيدوا في الاخر غادي نصبوا عاد كنديروا المعدنوس خضر وتنطفيو باش يعطي ديك الطيبه في الخلطه. ايوا وتنطفيو تبارك الله على الحاجه. البوطه وتنصبوا الحيمه ديالنا والدواور وتنصفيو المريقه. دابا هنا تنصفي ديك المرقه نصفيها من داك القزبر والمعدنوس اللي درنا الاول والبصله وكل شيء. كل شيء واخا وتنستفو تنخويو المريقه ديالنا في الجنب في الطنيجره. من الجنب تنخويوها على الغطار وتنوليو نستفو ديك القرعه اللي دايره كي الاناناس كلها دواور وتنشدو داك الحمص اللي تصفى لينا. ها هو تنقبطو ديك التقابي ديال الاناناس اللي من وسط ديك القريعه. ايه ونعمرو نعمروها بالحمص كلها كيدور داك الحمص كامل هكاك ما تنشدو شيء. نعم ما بين ديك القريعه وراه طالق راه خطر لينا المريقه راه عطات النسمه ديالو عطيها. وتنشدو دوك المزاود الحمر وتيتزلعو من الفوق الحاجه. الحبيب بغيت ناخذ اختيار غنائي الله يسهل عليك ونرجع معك ومع الاطباق الرائعه ديال القرعه ومع النصائح ديالك الحاجه الكبيره. ولهلا يخطي علينا الميمات الحاجه الكبيره خليك معنا.